تكفى يا مطربنا، بمناسبة تقاعد ابوي ابي اغنية. ابشر حبيبي. يا من طلع للمعاد خل الكسل والفراق، وان كان ما تستجيب يا كل نسل والرعاق. يا للمعاد خل الكسل والفراق، وان كان ما تستجيب يا كل نواف والرعاق. عاش وعاش بعد ما عاش. عاش مطربنا. اليوم أول يوم متقاعد ولازم نسجل طلبات المطبخ. أجل سجل عندك. أول شيء خلاط المجلة يبي له تغيير. وش فيه؟ متأخر بعد؟ أوه من 5 سنين. ومروحة الشفت كمان يا خالي ما تشتغل. وش فيها ما تشتغل؟ أنا أذكر أول ما جينا نزلنا بالبيت الكهربائي راح بيجيب العدة وما رجع. يعني كذا نحتاج لكهربائي وسباك؟ وين رحت أنا وأنا خالد؟ عجيب والله. أنا بصلح كل شيء، روحوا بس ناموا 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 بس وارتاحوا. شاب الشارع عبد يا ليلاني خلي هجرني وزود الهم بيا. شاب الشارع عبد. عطنا خالد عبد الرحمن. آخر واحدة ذي ولا آخر واحدة؟ الصديق وقت الضيق قالها وعضيق يوم صرت بس اغنية بس اغنية. انا البارحة مبزيت والمسلمين ارقود حسبي على من كان هذا من اسبابه. تكفى تكفى اخر واحدة، انت قاعد باستراحتنا واجد، حتى اخويك شوف راقد هناك. خلاص 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 من حبكم يا زين عزلنا. ما عاد لي في هواكم شفنا ورادة عاد انا جاني النوم ابمشي. ها وخذوا راحتكم، ما عندكم استراحتكم، ارقدوا هنا. ها لا اله الا الله يا زين حرتها الحمد لله. ايش هود وبهود والعدو مغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. سم تعال. سم انت ما تعرف ولا الساعه 1:30 الحين؟ وانت مسؤول عني عشان تسالني يا ابو عامر. هذا ردك؟ يصير خير الكلام هذا يا ابي ياسر، ابوك الصبح ان شاء الله. الله يهديك. بس الحبيب شايدك الأخو. انت صاحب هذا البيت؟ لا انا جاره. وش جايبك نص الليل؟ اهل البيت هذا طالبين عشاء. عشاء هالحزه؟ وهذا وقت عشاء اللي عقبنا. ابو عبيد يا ابو عبيد وش عندك يا ابو عامر؟ ها انت طالب العشاء هالحزه؟ ايه يا حبيبي هالوجه هات احنا طالبينه يا حبيب. خذ. شكرا شكرا يا اخ. والله الرجل راح والله الرجل قبر. احد يطلب عشاء هالوقت؟ وانت من حلالك قرش دافع شيء؟ بعدين وش اللي مطلعك الحزه؟ جاي اشوف فعالك السوداء اللي سكن وهم ضلع اللي قافي من علامات الشيخوخي والخرف. تسمع طبنا الفيضي انت يا وجه اسمك. توكل على الله توكل توكل امشي. عمر عمر سميبه وينك؟ فيه الحزة عند العيال بالاستراحة. يلا بيتنا تنذر كل ربعك.
راح لهم يا سلاح مره ثانيه. وراك علي يبا، بالعكس اليوم جاي بدري، بالعاده اجي الساعه 3. الله اكبر، وين؟